السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح ازاي تعمل ويب سايت في 5 دقايق، يعني للناس اللي داخلة على مشروع تخرج وكده. احنا كتبنا ويب سايت تمبلت فري داونلود، تمام. دخلنا على اول لينك، جات لنا الصفحة الجانبية. طبعا انت تختار الويب سايت اللي يعجبك. هنخش على الويب سايت، طبعا انت ممكن تعمله فيو من هنا، ممكن تنزله داونلود. خلينا ننزله داونلود، تمام. هنا نزل، يعني خلينا نكريب بقى الانجلر. احنا طبعا نزلنا نوت والحاجات دي، تمام. طيب هنكريت هنا الابليكيشن نيو. يلا مالك زعلان ليه؟ ميكور ستور. طيب وندوس انتر. هنا بكريت عندنا الكار سي اس اس يس حرف اليو، تمام. هنا بقى يروح يتكريت هو براحته. طيب نشوف اللي نزل هنا عندنا في الداونلود نيو ويندو، تمام. في الداونلود هنا نزل عندنا الويب سايت، تمام. خلينا نشوفه، تمام. كار ستور بتاع عربيات عادي جدا، بيبيع العربيات. طيب ده مش عايزين، ده دي requirements، عايزين بس الاندكس والاسيتس، تمام. المفروض ان البروجكت هنا في الانجلر اقفل ده. طيب كار ستور، تمام. كاريت عندنا، هنستنى لما الترمينال يخلص عشان نبدأ نشتغل على الكار ستور ونشوف المفروض هنحط ايه فين، تمام، عشان نعمل الويب سايت كار ستور. يظهر عندنا الشكل الديفولت ده على الانجلر، لان ده كده سنجل بيج، مش يعني حاجه ستاتيك، يعني مش بفريم ورك، تمام. شوف التيرمينال بيلود، طبعا هو بياخد حبه وقت شويه. الطريقه دي لحد في مشروع تخرج عايز يعمل فكره ويب سايت وعايز يقدم مشروع تخرج، فعادي جدا. الموضوع سهل وبسيط، مش صعب خالص. فتقدر انت تعمل ويب سايت بأقل إمكانيات، ما تخليش حد يضحك عليك يعني. فدي لإخواتنا للناس بتوع مشاريع التخرج، يعني ويب سايت بتعمل في أقل من 10 دقايق. هو مش أحسن حاجة طبعا، والحاجات البيت أحسن بكتير، بس أهو ده الموجود يعني، تمام. حاجة فول فري، وتقدر إن أنت تعملها وأنت قاعد كده، مش تاخد منك وقت، بس أنت تقعد تذاكرها وتخش تناقش إن شاء الله، والدنيا إيه تبقى معاك، تمام تمام يعني. هنستنى لما يخلص. طيب قبل ما يخلص خلينا نفتح الترمينال هنا. كور ستور اوبن ترمينال هير. يلا نجهز الكوماند بتاعنا مجرد ما يخلص، يعني المفروض اللي احنا نكون جاهزين يعني. ان جي اس دي اللي هو ستارت يعني، او سيرفر عشان يرن الاب يعني. ان جي اختار الانجلر يعني، طبعا انت لو شغال فيو او رياكت ان جي دي هتفرق، بس هتلاقي اس يعني، لان التلاتة قريبين من بعض يعني، ما فيهاش فرق. هو عوق ليه مش عارف. انستول باكج، اول مرة يعوق كده، عشان نعرف ده احنا بنصور فيديو ولا ايه. طيب هنا هو خلص، خلينا نعمل هنا رن ونقفل التيرمينال ده، وناخد الاسيدز اللي جوه دي. كنترول ايه، كنترول سي، هناخدها كوبي. طيب يس، المفروض كده اللي هو بيرن ال بيعمل بيلد. هنا رن الاب، وهنا المفروض الاب يشتغل. خلينا نشوفه اللوكال هوست هنشتغل معانا. طيب خلينا ناخدهم دول الكوبي تاني، كنترول سي، ونخش في الاسيتس. فين
بورت اب اسيد هنا يعني الباكج دي هنحطها هنا. ثانية واحدة خلينا ناخدهم كده نشدهم في الفيجوال ستوديو نرميهم هنا. تمام، ده بالنسبة للأسيد حطيناهم هنا اللي هي الحاجات الجافا سكريبت الإيمج كل حاجة يعني تخص الويب سايت هنا. تمام، طيب خلينا بقى نخش هنا على ال تمام، خلينا نشوف في السورس كود. بالنسبة للسورس كود هناخد أي حاجة فيها HTML يعني قصدي CSS، ده الفايل بتاع ال HTML. تمام، في ال Visual Studio. تمام، في ال مش في ال image الأساسية، ثانية واحدة. طيب ال app وده ال assets. طيب في الاندكس ده. تمام، هنا في الاندكس ده في الهيد نحط الداتا بتاع ال CSS، هنزل تحت خالص ونحط فايلات الجافا سكريبت تحت ال ابوت. تمام، وبعد كده هناخد الماتيريال كلها بس الحاجات الا بس الهيد يعني بتاع البادي. وفي الاب كومبوننتس كنترول اي كنترول في. تمام كده المفروض البروجكت ران. عندنا في مشكلة هنا، المشكلة فين؟ خلينا نعمل سيرش عليها. هو في السطر 600 ماشي، خلينا نشيل دي نشوف الدنيا. هنا المفروض كده الاب ران معانا. تمام، والدنيا المفروض كده سكسسفول. خلينا نشوف يعني اللوكال هوست اهو، نعمل ريفرش الويب سايت شغال معاك. طبعا انت بقى تحتاج تعمل كذا سنجل بيج تانية، هتغير الصور كار ستور، هتغيره لحاجة تانية اي حاجة يعني مش فارقة معانا كتير، بس هي الفكرة واحدة خلاص. هي طبعا لو حاجات بيب بيبقى احسن، بس الويب سايت خلص خلاص يعني. انت بقى عدل التكست بتاعك كده. الفيديو خلص، لو انت مستني حاجة تانية فحب اقول لك ان الفيديو خلص. شكرا كده، وده اللوكال هوست، وهنا الدنيا معاك سكسسفول الدنيا تمام يعني. تمام، فطبعا هي دي طبعا سنجل بيج مش شغاله، فطبعا انت بقى ممكن تربطها بحاجات تانية وكده يعني. خلاص، كان فيديو خفيف لطيف. شكرا، اشوفك الجايه. سلام.